على الأحلام وبنتكلم إن الواحد يحقق حلمه. إحنا في معانا شاب كان بيحلم. حلو. وحلم من أحلامه، والغريب إن أحلامه فيها حاجات بتتحقق. يعني إحنا ده عكس اللي هو الكتاب اللي إحنا بنقول عليه القوة المغناطيسية اللي تجذب كل الحاجات. لا، هي جات له من إنه يحلم بحاجة فيلاقي حاجة بتتحقق. ممكن مرة تبقى صدفة، بس أكتر من مرة لا، متهيألي لطيفة جدا. هو اسمه ربيع ومعانا. اتفضل يا ربيع. اتفضل يا ربيع. أهلا وسهلا ربيع. ازيك يا ربيع؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ اتفضل. أهلا وسهلا. اتفضل. ربيع، أنت إيه حكاية الأحلام؟ إحنا بنتكلم النهاردة على الأحلام، وقالوا لي إن أنت عندك أحلام اتحققت او حاجه كده. هو انا سبحان الله كده معظم احلامي بتتحقق سبحان الله. يعني ايه مثلا حلمت بيه؟ اصل انا ومحمود دلوقتي عندنا مشكله، بنصحى ما نفتكرش حلمنا بايه. في ناس كتير كده. انت بقى بتصحى ايه اللي بتحلم بيه؟ يعني في احلام كتير اللي احلمه اصحى الاقيه متحقق. زي ايه مثلا؟ ساعتها يعني؟ في ساعتها. والله؟ والله. يعني زي ايه مثلا؟ مره حلمت ان بفاتن حمامه، الفنانه فاتن حمامه. ساعتها لقيتهم عاملين حمام في البيت كتير. ده حاجه من الاحلام. ما لهاش علاقه يعني. يعني تحس ان هو يعني سبحان الله مش معنى فاتن حمامه يعني. لا سرقه غريبه فعلا. كويس ما علمش بهنيدي. الحمد لله. لا ناس الهند بس. او يعني مش هنخلينا قاعدين ساكتين بقى اشرف جوه الموضوع ده. اتفضل. وحلمت بايه تاني؟ مره حلمت ان بابايا ماشي في صحراء وعطشان جدا وبتاع، عمال بيمقمق بقى وبتاع في الصحراء. بيمقمق في الصحراء وبتاع عطشان يعني، عمال يقول ماء كده، فمش مش فاهم يعني. فصحيت لقيتهم جايبين خروف. فكان برضه حاجه ليها علاقه بالمقمقه يعني. انا بص انا ماسك نفسي بالعكس والله. ماسك نفسي بصعوبه. ده كويس ان احنا ما بنفتكرش يا محمود. الحمد لله. والبرنامج مالوش دعوه بايه؟ يعني شايف ابوه في العلم بيقول ما يصحى يلاقي خروف. وخروف التوقيت ده البرنامج مالوش دعوه بالسياسه. ايه تاني؟ اتفضل. مره بقى حلمت بالدكتور البرادعي. صحيت لبست ونزلت عادي، رحت كان عند المشوار. ده ايه؟ ده عادي، انا كنت مستعجل نزلت ما ركزتش. والله؟ انا دي الاحلام اللي حصلت. لا مره بقى حلمت حلم كده، كان بعد صلاه العيد. حلمت ان عبد الحليم حافظ بيطبطب عليا وجنبه محمد نجم بيغني له اغنيه. عبد الحليم حافظ بيطبطب عليك ومعاه في الحلم محمد نجم وبيغني لعبد الحليم، فده كان بقى حاجه حلم غبي. انت حلمك تغني يعني؟ انا حلم اغني يعني، انا ممكن اغني كل اغنيه اللي غناها محمد نجم في الحلم. اتفضل. غنى له قال له عايشين سنين احلام دايبين في احلى كلام، لا عرفنا لحظه ندم ولا خوف من الايام. قلبي ده قلبي ده قلبي ده ده مجنون. قلبي ده اطلع بره. قلبي ده ده قلبي ده ده قلبي ده. تعال يا ربيع، تعال تعال يا ربيع، تعال 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 ما تخافش. ده ربيع ممثل معانا هنا مع مجموعه الشباب طبعا. شكرا يا ربيع. شكرا يا ربيع. ايوه كده يا ربيع. يعني كرهت راجل في الغنى في الاحلام وفي الاحلام كل حاجه.